السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة هنبدأ إن شاء الله بداية الترم الثاني في قيم احترام الآخر، وبالمحور الثالث اللي بعنوان كيف يعمل العالم. القيمة اللي معانا النهاردة اسمها الشكر. كنا اتفقنا إن احنا في قيمة الشكر في المحور الأول إن احنا لازم نشكر أي إنسان يكون سبب في سعادتنا. في المحور الثاني أخدناه عن طريق الحاجة اللي احنا بتفرحنا لازم نحافظ عليها. اما في المحور الثالث تعالوا نشوف كالبداية في كيف يعمل العالم. انا عندي هنا صورة لثلاث اطفال، والسؤال بيقول لك اين يجلس الاطفال؟ بيجلسوا على الاعشاب الخضراء. وماذا يحيط بهم؟ يحيط بهم ايه؟ السماء والزهور والسحب، ودي كلها تسمى ايه؟ تسمى الطبيعة. طيب الأشجار اللي حوالينا دي واللي هي بتدي منظر جميل وبنستظل بيها ونقعد نلعب تحتها، نحصل منها على ايه؟ ناخد منها الخشب. طب الخشب ده بيستخدم في ايه؟ خشب استخداماته كتيرة جدا، احنا بنستخدمه في تصنيع الكراسي والترابيزات والأساس، حاجات كتير ممكن نستخدمها في تصنيع الايه؟ بيستخدمها الخشب أساسي في تصنيعها. يبقى موارد البيئة اللي منها الخشب وفي كمان موارد كتير تانية كلها تعتبر موارد البيئة الطبيعية اللي بتساعد الإنسان، بتساعده على إنه يبقى إيه؟ يبقى مرتاح. لما تعمل كرسي ترتاح عليه أو تعمل سرير تنام عليه، فعشان كده لازم إيه؟ نحافظ عليها ونستخدمها باعتدال. والاعتدال ده كنا أخدناه في القيم، واخدنا ان صفة الاعتدال دي مهمة جدا في الاكل والشرب وحتى الفرجة على الشاشات، حتى لو بتلعب رياضة لازم يبقى فيه اعتدال فيها. الصورة اللي معايا دي منى ماشية في متاهة وعايزة توصل لايه؟ ما الذي تريد ان تفعله منى؟ عايزة توصل للهدية. طيب هي عايزة هدية ليه؟ علشان تديها لحد كان ايه؟ كان سبب في انه فرحها، فبالتالي هي محتاجة هدية عشان تعبر دي عن شكرها بسبب انه فرحها. يبقى لما حد بيقدم لينا هدية بنقول له شكرا. واحنا فكرنا في يوم من الايام لو فكرنا ندي لشخص، واحنا في يوم من الايام لو في حد كان سبب في انه يسعدنا، فلازم نفكر في ان نديله هدية او نقول له كلمة شكرا. زي في القصة معانا هنا، الجدة نادت الجدة ملك واصدقائها فقد حان موعد الغداء. اسرع الاطفال الى مائدة الطعام ليستكشفوا ماذا اعدت الجدة لهم. وعند رؤيتهم الاطعمة المتنوعة قال ماجد بفرح إنها الملوخية التي أحبها. ردت ملك وهذه البطاطس المحمرة التي أحبها. أشار خالد إلى صحن آخر وهو يقول وهذا الدجاج المقلي الذي أحبه. جلس الأطفال ليتناول كل منهم وجبته المفضلة بسعادة، وبعدما فرغوا قالت لهم الجدة بحب هيا نغسل أيدينا ونتناول كعكة الشوكولاتة التي أعددتها لكم. عاود الأطفال اللعب مرة أخرى بعد انتهائهم من تناول الحلوى، لكن ماجد جلس ليرسم ويلون. وحين سأله أصدقاؤه عما يرسمه قال أرسم بطاقة شكر للجدة لأن الطعام كان شهيا. رد الجميع ونحن أيضا سنقوم بذلك. فرحت الجدة بالبطاقات الملونة وشكرت الأطفال وقالت لهم سأعلقها بالمطبخ حتى تذكرني بهذا اليوم الجميل. تعالوا بقى للمناقشة، بيقول لك لماذا فرح ماجد وما شعور ملك وخالد، ولماذا صنعت الجدة كعكة الشوكولاتة عشان هما ايه بيحبوها، كيف ستشعر الجدة بهذه البطاقة. طبعا كان شعور الجدة ان هي ايه؟ كانت فرحانة جدا. ولماذا قررت الجدة تعليق البطاقات بالمطبخ؟
لان هي زي ما فرحتهم بان هي قعدت لها بان هي عملت لهم الاكل اللي بيحبوه، كان دورهم ان هم يعملوا لها بطاقات يشكروها. كل واحد فيهم فرح التاني باللي يقدر عليه. الاطفال ما يقدروش يطبخوا، بس فرحوا جدتهم بالرسم والتلوين اللي هم عملوه. وجدتهم بدورها كانت فرحانة جدا، لان هي حست ان التعب اللي تعبته والمجهود اللي عملته كان ليه مقابل ان هم فرحانين. هل اعجبك فكرة ماجد في التعبير عن الشكر؟ طبعا فكرته مناسبة جدا لسنه، هو يقدر يرسم يلون، ممكن يقدر كمان يشيل الاطباق، ممكن يساعدها في تنظيف حاجة هي محتاجاها. فطبعا انت لما تعمل دور لازم تعمل دور انت تقدر عليه، وده اللي عمله ماجد. الصورة اللي معايا هنا ده يعتبر توصيل سهل، بس الفكرة فيه ايه؟ ان انا عندي طرق مختلفة ان انا اعبر بيها عن الشكر وجمل مختلفة. بمعنى ان لما باباك يديلك هدية، ازاي تحسسه انك سعيد بالهدية اللي هو جابها لك دي؟ اولا هتقول له شكرا، تاني حاجة انك هتقول له انا هحافظ عليها، وده من واجب ايه؟ واجب الشكر للهدية اللي بتقدم لك الايه؟ الفرحة. الهدية دي انا عملت لك فرحة، يبقى انت كان عندك حاجتين. اول حاجة الشكر لبابا لانه دفع فلوس وجاب لك الهدية دي. تاني حاجة شكر للهدية، وهي لانها كانت سبب لسعادتك وان انت بتقضي معاها وقت جميل وممتع، فكان لازم تشكرها بانك تحافظ عليها. فهمنا الفكرة؟ ولما ماما تعمل لنا اكل ويكون عاجبنا فهنشكرها، وكمان نقول لها هنساعدك في لم الاطباق، او هنساعدك في تنظيف السفرة، او هنساعدك في، وهكذا. اي انسان يساعدنا او يكون سبب في سعادتنا لازم نشكره. وتاني حاجة نعمل حاجة هي كمان تساعده او تفرحه زي ما هو حاول يفرحنا. اخر حاجة معايا هنا الزهرة الجميلة دي، محتاجة ان انا الونها، وده نشاط هنعمله. وبعد ما هنلونه هنكتب اسم الانسان اللي انت عايز تهديله الزهرة دي. يا ترى هتهديها لبابا ولا لماما ولا لاخواتك ولا لصديقك؟ وتقول السبب اللي انت ليه عطيت الوردة دي، هو كان سبب في ايه علشان يفرحك. او ممكن تعمل منها اكتر من نموذج وتشوف الانسان اللي سبب كان سبب في سعادتك وتديها له. وده اللي عايزينه نتعلمه على طول، ان اي انسان يكون سبب في سعادتنا نشكره ونفرحه ونساعده ونساعده ان هو كمان يكون فرحان. بالتالي هيتخلق جو جميل من المودة والرحمة بين الناس وبعضها. هتلاقي الناس بدأت تحب بعضها من كلمة بسيطة ممكن تقولها، او تتعود تقولها، او تعلم اصحابك ان هم يقولوها لما انت تتصرف معاهم بالتصرف السليم ده. هتلاقي كل الانسان كل الناس تعاملاتها مع بعضها بقت بها رحمة ومودة، وبقى ما بين مجتمع طيب، مبقاش فيه شر. ودي البذرة الصغيرة المفروض تكون فينا وكصغيرين ونكبر عليها عشان نتعلم ازاي نتعامل مع اللي حوالينا. منهج جميل جدا واتعلمنا منه حاجات جميلة وقصص ممتعة. ريت نهتم بيه ونتناقش مع بعض ونتناقش مع اصحابنا. وفي انتظاركم لحل الشتات على القناة وقناة التليجرام. ولو عجبكم الفيديو ياريت شير ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.